معنا من طهران أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسين رويوران. دكتور حسين، نتابع مراسم أداء رئيسي لليمين الدستوري أمام البرلمان الإيراني. المرحلة كما يقول البعض ويتوقعها لن تكون سهلة، باعتبار بأن إيران تحت ضغوط عقوبات دولية عديدة، الملف الإيراني النووي ما زال يشهد تعثرا كبيرا. ما الذي تتوقعه من إنجازات لإبراهيم رئيسي بمجرد وصوله إلى سدة الحكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. يعني لا شك أن يعني السيد رئيس يصل إلى يعني سدة الرئاسة في وقت عصيب. إيران تعاني من حصار، إيران تعاني من أزمة كورونا، وهناك أزمة اقتصادية في الداخل. من هنا يعني السيد رئيسي أمام استحقاقات في الداخل وفي الخارج. في الداخل في تصوري أن الأولوية الأولى، يعني خلال كلام السيد رئيسي يمكن أن نستشف أن الأولوية الأولى هي الاقتصاد وكورونا. وهو بالمناسبة كلف فريقين أو شكل فريقين ل يعني إيجاد طروحات لحل هذه الأزمات بشكل أو بآخر. في الخارج قد يكون الاستحقاق الأول هو موضوع المفاوضات أو مفاوضات فيينا، وفي هذا الإطار هو أبقى على السيد عراقشي والفريق المفاوض معه للاستمرار في هذه المهمة، وفي تصوري أن هذا يسهل كثيرا عملية المفاوضات، لأنه لو استبدل هذا الفريق لكانت الأمور اختلفت تماما ولبدأت من الصفر. هو طرح موضوع أولوية العلاقات مع الجوار الجغرافي، وهذا أيضا يعني مهم جدا على قاعدة أن توسيع العلاقة مع الجوار هو بحاجة إلى يعني مفاوضات، بحاجة إلى طروحات، بحاجة إلى الكثير من المقدمات. من هنا السيد رئيسي أمام استحقاقات في الداخل والخارج، ولكن ولكن يا سيد رويوران، دكتور رويوران، يعني كيف يمكن لرئيس متشدد كما يقول البعض أن يحقق كل هذه التطلعات؟ يعني تهدئة مخاوف الجيران كون إيران متهمة على مدار السنوات الماضية بأنها تتخذ سلوكا مزعزعا للاستقرار الإقليمي والعالمي. يعني أولا أنا دعيني أختلف في موضوع المتشدد. يعني كل رئيس جمهورية يأتي هو طبيعي سيكون يعني حارسا على تحقيق المصالح، وهو يتعامل مع منطق المصالح مع باقي دول العالم. ليس هناك من رئيس متشدد أو رئيس معتدل. كل الرؤساء من دون استثناء في كل هذا العالم يتعاملون على قاعدة المصالح، هذا أولا. ثانيا دكتور رويوران، المصالح هذا مفهوم، نحن لا نتحدث عن مصالح الشعب الإيراني في الداخل، نتحدث عن سلوك في السياسة الخارجية تتخذه إيران. هذا السلوك يتمثل في دعم أذرع لإيران عسكرية. هل نشهد خلال فترة رئيسي تصحيحا لهذا المسار برأيك؟ يعني في السياسة الخارجية في تصوري أن تغييرا كثيرا لن يحدث، لأن الثوابت التي تحكم السياسة الخارجية كثيرة. ومن هنا أتصور أن السياسة الخارجية يمكن أن تتغير بشكل جزئي وليس بشكل كلي، بعكس الوضع في الداخل. السياسات الداخلية يمكن أن تتغير بشكل كبير بسبب أن أساسا الانتخابات حملت معها هذا الموضوع، وكان مطلبا شعبيا كبيرا
في إيجاد تغييرات كبيرة على مستوى إدارة ملف الاقتصاد خاصة. طيب ماذا عن العقوبات التي قال رئيسي بأنه سيسعى لرفعها عن إيران؟ بأي طريقة سيحدث ذلك والمفاوضات تشهد هذا الانسداد؟ هل ينوي رئيسي تقديم تنازلات أو على الأقل الاستجابة للمطالب الغربية فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني والصواريخ الباليستية؟ يعني في تصوري أن السيد رئيسي سيتبع نفس الأسلوب ونفس السياسات التي اتبعها السيد روحاني. لماذا؟ لأن الملف النووي أساسا هو ملف إجماعي في الداخل، وكل التيارات السياسية من دون استثناء كانت تقول إذا عادت أمريكا إلى الاتفاق فإن إيران ستعود للاتفاق. ولكن هل يمكن أن يعطي بعض الامتيازات؟ أنا لا أتصور ذلك، لأن المفاوضات هي محكومة بسقف المعاهدة النووية أو الاتفاق النووي عام 2015. والسيد رئيسي أيضا هو يقول أنه سيستمر ضمن هذا الإطار، نعم دكتور، العودة إلى الاتفاق من دون زيادة أو نقصان. شكرا دكتور حسين رويوران أستاذ العلوم السياسية في طهران.